بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت يا جماعة قبل ما نتفرج على الفيديو، إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد، واللايك حبايبي إن شاء الله علشان تلاقوا المزيد. النهاردة إن شاء الله الفيديو هنشوف أسعار الذهب اليوم في السعودية. هو سعر جرام العيار 21 بيتراوح من 210 ريال إلى 240 ريال سعودي. طبعا السعر بيتغير على حسب نوعية الذهب، إذا كان ذهب سعودي أو كويتي أو بحريني أو هندي أو لازوردي. الهندي واللازوردي بيبقى يعني سعره أعلى شوية. بالنسبة لعيار 18 في السعودية بيتراوح من 195 ريال ل 220 ريال سعودي، اللي هو الذهب الأبيض. في بقى في الفيديو اساور، موديلات اساور واحدث موديلات نازلة في الأسواق السعودية، وموديلات هنشوف برضو موديلات غوايش واطقم شبكه و انسيالات واطقم ذهب ابيض. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. Thank you.